بس أوكي. الموضوع ده بهاء لما يجي لحد لازم يكون عنده اخلاص ليه وحب ليه جدا. يعني انت عندك كارير خاص ليك ومطعم والكلام ده كله، اكيد لما يجي لك فكره زي دي اكيد انت بتحبها كموهبه اكتر من انت مستني منها اي مقابل مادي. الحب للحيوانات ده جالك لما اتعاملت مع الحيوانات وابتديت تكبر الموضوع، ولا جالك هو خلاص من ساعه لما جبت التجربه الشخصيه اللي هو انا حسيت ان هي الروح دي فعلا، لا الموضوع فعلا مش تانية. زي الناس فهماهم مش زي الناس، ما في ناس بتجيب حاجه كلاب بس اللي هي فكره ان انا جايب كلب خليه عندي في البيت، لا دي روح لازم نفهمها ولازم نقدرها ولازم نحس بيها، لان هم فعلا بيدونا اكتر ما احنا بنديهم. تمام، يعني الكلب كان بيستناه طول النهار، اللي كان عندنا في البيت كان بيستناه طول النهار انه يرجع من الشغل عشان ينزل يمشيه، وبقى احلى استقبال بقى اول ما تيجي البيت. جدا جدا جدا. فبالظبط، وبالذات كمان انا هبه نزلت قبلي مصر، فانا اللي كنت عايش مع لوحدي فتعلقتوا ببعض، تعلقنا ببعض، وفعلا هو ما حسكيش ان انت عايشه. يا سبحان الله، ما كنتش بتحب الكلام بس معانا الله. ايوه خالص. حقيقي. لا فعلا لما بقى فكرنا في ان احنا نعمل المشروع، فكرنا فعلا ان احنا عايزين نعمل حاجه دي عشان احنا بنحبها. انا واحد من الناس اللي هم ما بعرفش اشتغل حاجه، لازم يكون شخص عنده انسانيه وحب للحيوانات فعلا أكيد. وبعد كده يفكر في المشروع ده، بس في حاجات معينه كده لازم تكون موجوده في الداخل عشان تقدر تنفس حاجه زي دي. على فكره انا واحده من الناس كنت بترعب من صوت الكلاب زمان طبعا. والله العظيم. بس اتغلبت عليه. كل الناس اللي بتحب الكلاب كانت بتخاف منها الاول لما ابتديت. مش شرط، لا في ناس ممكن تبقى اهلهم مثلا مربوهم ان هم صغيرين ان هم يبقوا بيتعاملوا مع كلاب او عايشين مع كلاب في البيت، فبتبقى الموضوع مختلف. طيب قولي لي هبه، في صعوبات واجهتك في الاول وخصوصا في اول المشروع؟ هو الصعوبات كلها بتبقى بترجع للعربيه ان هي الحجم، لان في ناس مثلا بتبقى مش كلب لوحده، ان احنا ما بناخدش كلب لوحده بس، لا ممكن يبقى صاحبه جاي معاه او اتنين تلاته جايين معاه، فلما احنا الاتنين نبقى في العربيه وكمان في ناس وفي مثلا كلاب، فالموضوع بيبقى صعب عشوائي. اللي هو ساعات مثلا كنا بنروح لناس نلاقي ان هم اتنين بكلبين واحنا اتنين في العربيه، فهي العربيه صغيره مش أيوة مش مش بوكس أيوة كبير مثلا. فبضطر انا انزل اروح اقعد في كافيه لحد ما هو يخلص المشوار معاهم ويرجع. معاناه برضه. معاناه جدا. وغير لما يكونوا مثلا راجعين من المطار بناخدهم بشنط بحاجات، فلا ده الموضوع طيب بيبقى مضحك. في سؤال من الاسئله الشائعه اللي ممكن ناس كتير ما تبقاش فاهمه ان ده بيحصل، الكلاب بتاعتكم بتبقى واخده عليكم وانتم عارفين ان هي تعمل ايه وما تعملش ايه، حاجه متربيه معاكم في البيت وانتم مربينها على سلوكيات معينه وطريقه معينه. احيانا لما بتروحوا تاخدوا كلاب من حد ممكن السلوك بتاعه ما يبقاش اليفي، تبقوا مثلا متخوفين من الكلب ده، ممكن يكون بيعمل حاجات غريبه. حصل لكم ظرف من الظروف دي او موقف من المواقف دي ان الكلب مثلا عمل حاجه غريبه مريبه، ما كانش كلب اليف، عمل حاجه من دي؟ اكيد ده بيحصل. احنا الاول في بعض اسئله لما بيبدا الكلاينت يعمل معانا حجز او حاجه نقدر نساله في اي مشكله عضونيه مع الكلب او حاجه. طبعا. تمام. المشكله الاولى والاخيره اللي بتقابلنا مع الكلاب اللي هي ممكن يكون صاحبها ما بينزلهاش اصلا من البيت. بيبقى عندها كبت، ساعات سلوكياتها بتصعبها كتير قوي. يعني انا عندي صاحبة بتبقى شكلها مش عارف مش عارف رعب لما انت تشوف كلب بيعمل حركات كده، بتبقى انت خايف. بالظبط. بس هي الفكره في ايه؟ ادام الشخص اللي راح يتعامل معاه فاهم الموضوع ده، عارف الطريقه اللي هو هيتعامل بيها بيه، اللي هو لازم انت اولا لازم تخلي الكلب هو اللي يجي لك مش انت اللي تروح له. صح. يبدا يشم فيك، يبدا يحس ان هو انت مفيش لا خوف، وفي هو بيحس بالحب بتاعك ليه. حقيقة. او ما بيحس ان انت بتحبه خلاص. حقيقة. الموضوع ده وعارف كمان انك لازم انت تنزل له الاول عشان يحس بان في قرب بينكم، وما ينفعش ان انت تحط ايدك عليه اول ما في اول لقاء. لا يعني احنا الحاجات دي ما الحمد لله ما حصلتناش اي مشاكل، لان الحمد لله كنا بنخش بطريقه معينه والكلاب بتبدا تتعرف علينا وبيبدا حتى خلاص اكسبيرتس في انكم تتعاملوا مع الموضوع. يعني اول مره خالص، اول رحله غير دلوقتي خالص. طبعا يعني احنا اول رحله كنا رايحين مرعوبين مش عارفين ان الكلب ده هنقابل ايه، الكلب هيستقبلنا ازاي، طب وصاحبه هيتعامل معانا ازاي، طب احنا هنتعامل هنعمل ازاي، هنكلموني بقى ازاي. دور كل حد فيكم في المشروع تقول انت. انا الاساس ان انا بهتم بالاليف سواره، بس بفضل طول الطريق بقى عماله بلعب معاه، اديله تريتس مثلا، اطبطب عليه، بتحفظيه عليكوا اكتر عشان الموضوع يبقى فريندلي. احنا مش عايزين ان هو يحس ان هو ده هو رحله كده، هو علقه رايحه ومروح. لا احنا عايزين يبقى حبيبنا في كل مره يشوفنا فيها، والحمد لله ده بيحصل يعني. وكتير برضو بهاء بيبقى الكلب بيجي ناحيته فبيقعد يلعب معاه وكده، ونقعد بقى نعمل فيديوهات في الطريق، لان الفيديوهات دي كلها احنا بننزلها عندنا على الصفحه. طب وانت بهاء ايه دورك؟
انا الدور الاول اللي هو اهم حاجه الطريق. اوكي تمام. طبعا برضو ببقى واخد بالي من الاليف اللي معايا، واي فعل هو بيعمله انا لازم اكون فيه ثبات انفعالي في طبعًا. الموضوع، لان المشكله اللي مش قابلتنا بس شايفين دلوقتي صوره ليك او فيديو ليك معاك جيرمان. جيرمان ده برضو مش ما يعتبرش قوي من الحيوانات او من الكلاب الاليفه، ده من اذكى الكلاب. جيرمان والدالميشن اعتقد كمان دالميشن يكون من ذكي جدا، مش من الحيوانات الاليفه يعني. انت برضو كلاب كبيره. ده ليو. طب هل في كلب ارتبطتوا بيه من كلاينتس؟ كلب من كلاب كلاينتس ارتبطتوا بيه قوي؟ كلهم احنا بالنسبه لنا كلهم. ايوه طبعا لدرجة دول عائلتنا دلوقتي يعني. يعني انت ما بتربيش او ما بتاخدش الكلاب الصغيرة بس في المشروع بتاعك يعني؟ انا شايفة دلوقتي ناخد كلاب كبيرة بقى. اي نوع كلاب من اللي هي اللولو او الجريفون الصغيرة لحد الكلاب الكبيرة، لحد اللي هو اضخم حاجة في الموضوع. في كلاب بتبقى عدونية. انا عندي واحدة جارتي في عربية بتيجي كل يوم تاخد الكلب ده. انا كل فكري اتصلت بيها قلت لها لا ما حدش ما تنزليش الكلب ده تاني، انا خايفه على بنتي طبعا لانه بيعمل صوت ونازل، وهو اصلا انا شفته مره وانا في العربيه كبير جدا. فانت لما تشوف اول مره كلب زي ده ازاي بتتعامل معاه؟ هو اصلا شكله بس مرعب. ممكن يبقى كوكيجن مثلا، ممكن شبه الاسد. الفكره على دول جمال قوي، دول طيبين قوي على فكره. كل الكلاب دي الفكره الكلاب فكره الكلاب بالذات هي الفكره على ايه؟ على حسب ما انت بتعوديه او على حسب انت عايزاه ايه الاستقبال بتاعك. يعني شفتي الكلاب الجريفون الصغيره دي كلاب عدوانيه، يعني ممكن تبقى ارخص من الكبير اللي هي مثلا قد كف الايد، دي كلاب عدوانيه حقيقي. تمام. صح. فهي الفكره بتبقى على حسب انت عايز او بتوصل الكلب لايه، صاحبه بيوصله لايه. في ناس بتبقى بتشرسها، في ناس بتبقى لا حسب رباه على ايه بالظبط. مفهوم خاطئ ان كل الكلاب شرسه على فكره، لا، او كل الكلاب الكبيره شرسه. الكلاب اللي هي شرسه بالعكس خالص. احنا كنا عندنا الفكر ده ان هو احنا رايحين للكلب اللي هو مثلا نوع كيجن فده شرس، لا، بنروح حسب ما صاحبه معوده فهو حقيقي. فريندلي حقيقي. جدا مع الناس. والروت وايلر برضه طبعا، روت وايلر طبعا. فمفهوم خطا خالص انه الكلب ده شرس فهو هيبقى شرس مع الكل. طب اخر سؤال بقى، كلموني عن احلامكم اللي جايه، او ايه الخطوات اللي جايه، خطوه او هتوصلوا لان شاء الله؟ بص الخطوات، لا احنا عندنا احلام كبيره جدا يعني. تمام. بس احنا اولا نفسنا نعمل السيرفيس بتاعتنا تبقى منتشره في القاهره كلها، كذا عربيه. احنا حاولنا نعمل الموضوع ده، ندخل ناس معانا، بس للاسف عشان احنا مش متحكمين في العربيات، كان الكابتن او الشخص اللي بيجي بالعربيه بتاعته، فانا مش عارف اعمل كنترول عليه. فكان بيعمل، لان احنا لنا رولز معينه بنشتغل طبعا. بيها فكان بيشتغل هو بطريقته، فده كان بيبوظ لي الشغل بتاعي. فانا يعني حلمنا ان احنا يبقى عندنا مجموعه عربيات حوالين الجمهوريه كلها، بنغطي نبقى شركه كلها. كبيره اصلا ومتخصصه للحيوانات الاليفه. بنعمل استضافه، ان دي برضو من الحاجات اللي بتجينا الاسئله بتسالها كتير جدا على مكان استضافه خاص بينا احنا. تمام. استضافه، عياده، يبقى مكان يضم كل حاجه خاصه بالحيوانات، مؤسسه ومنظومه كبيره. انتوا ممكن تعملوا كولابوريشنز بقى، ده يفيدكم كتير قوي بعدين. يا ريت، احنا نفسنا يبقى في مستثمر ممول يجي ان شاء الله. اكيد ان فعلا مشروع نادر جدا، وفي ناس كتير جدا جدا بتحتاج للرعايه من النوع ده. بجد انتوا نورتونا، بنشكركم جدا على وجودكم. هبه وبهاء، انتوا نورتوني في استوديو، بشكركم. ميرسي. شكرا.